أفاد بيان صيني فرنسي مشترك أن الرئيسين الصيني شي جين بينغ ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرو شددا على ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة والإفراج فورا عن جميع المحتجزين. ودعا البيان الذي يأتي في إطار الزيارة التي يقوم بها الرئيس الصيني لباريس على التنفيذ الملموس لحل الدولتين لتحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط، كما ندد بسياسة إسرائيل في بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. في